الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال رحمه الله تعالى: والآيات، أي بعدها. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما كانت الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، التي تعني توحيد الله وإخلاص الدين له، مستلزمة ومتضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، فلا تقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولما كان الأمر بهذه المثابة وبهذه المكانة، نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة على أن من مستلزمات التوحيد ومتطلباته وما يقتضيه أن يحكم شرع الله، وأن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ هذا هو مقتضى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعمل إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، بما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الآية التي ترجم بها المصنف وما بعدها من الآيات، هي في نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله سبحانه وتعالى. كان من شأنهم وصفتهم لما دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليتحاكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أرادوا التحاكم إلى حكام الجاهلية، إلى حكام الجاهلية. ولهذا يقول الله عز وجل: ألم ترى، أي انظر إلى حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا. يزعمون أنهم آمنوا، هذه تفيد أن القوم كانوا يظهرون الإيمان ويدعونه زعما لا حقيقة. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي القرآن،
والوحي عموما المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبلك أي من الكتب المنزلة على الأنبياء من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو من ما تجاوز به أو تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، إذا تجاوز الناس الحد في شخص عبادة أو اتباعا أو طاعة فهذا من الطواغيت. وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا به أي بالطاغوت. وقوله ألم ترى إلى الذين يزعمون، الاستفهام استفهام إنكار وتبكيت لهؤلاء وذم لما كانوا عليه من العدول عن الكتاب والسنة والرغبة في التحاكم إلى ما سواهما من الباطل. قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال المصنف الآيات، لأن بعدها آيات كثيرة كلها في هذا الباب، كلها في هذا الباب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه الآيات يشير إليها المصنف رحمه الله تعالى بقولها الآيات، لأن هذه الآيات كلها في هذا الباب، كلها في هذا الباب، باب الطاعة والاتباع. وفي القرآن الكريم آيات في مواطن عديدة تجدها متتالية في الباب نفسه، باب الطاعة، تجد آيات متتاليات. مثل هذه الآيات نظيرها آيات في سورة النور، آيات كثيرة متتالية كلها في هذا الباب، باب الطاعة والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من مقتضيات الشهادة، مقتضيات الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه الآية أيضا هي نظير التي قبلها، الآية التي قبلها عرفنا أنها في المنافقين، وهذه كذلك في المنافقين. في أوائل سورة البقرة جاءت آيات عديدة، أو خمس آيات في المؤمنين ثم آيتين في الكفار ثم آيات عديدة في المنافقين، ثم آيات عديدة في المنافقين، أظنها 13 آية في المنافقين، منها هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا فيه أن المنافق
يرى أن عمله في الأرض عملا إصلاحيا وضرب من ضروب الإفساد في الأرض. قال: وإذا قيل لهم، أي لأهل النفاق، لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، أي بالضلالات والأهواء والباطل والمخالفة لشرع الله عز وجل وعدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن صلاح الأرض لا يكون إلا بحكم خالق الأرض، صلاح الأرض لا يكون إلا بحكم خالق الأرض سبحانه وتعالى. وهذا الموطن من القرآن هو أول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن على ترتيب المصحف، أول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن هو هذا الموطن، فيه النهي عن الإفساد في الأرض. وآخر موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن في سورة الزلزلة، وفيه أن الأرض تحدث أخبارها، يعني هذا فيه التنبيه إلى من كان وقع منه إفساد في الأرض، فالأرض ستحدث يوم القيامة وتنطق بما فعل عليها، تشهد عليه بما فعل. يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما فعل فوقها. ولهذا يجب على كل من يمشي على هذه الأرض المخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي آية من آياته العظيمة الدالة على ربوبيته وكمال تدبيره، أن يسير فوقها بالإصلاح لا بالإفساد، بالإصلاح لا بالإفساد. ولا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه المطابقة في الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير شرع الله هو من الإفساد، أن التحاكم إلى غير شرع الله، إلى غير كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ضرب من الإفساد في الأرض، لأن الإصلاح في الأرض يكون بإصلاحها بالكتاب والسنة، بالوحي المنزل من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بمعنى التي قبلها في النهي عن الإفساد في الأرض. وأكثر أئمة التفسير أن الإفساد في الأرض يكون بالمعاصي والأهواء والباطل، هذا الذي يكون بها الإفساد في الأرض، والأرض تفسد بذلك. والله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فأكثر أئمة التفسير على أن المعنى في قوله لا تفسدوا في الأرض أي بالمعاصي، بعبادة غير الله، بفعل الأمور الباطلة، الأمور المحرمة. ومعنى بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله ببعثة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. فالأرض أصلحت بالأنبياء، بعث الله الأنبياء فأصلحوا الأرض، أصلحوا الأرض. كل ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، وكذلك هذه الآية قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون، هذا إنكار على كل من خرج عن طاعة الله وخرج عن التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. كل من خرج عن التحاكم عن شرع الله يقال له أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكم الله، لا أحسن من حكم الله ولا أعدل من حكم الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أعدل من حكم الله لمن عقل وعرف شرع الله سبحانه وتعالى، وأنه حكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وأرحم الراحمين بعباده. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى هو ميل النفس إلى مشتهياتها مبتغياتها بميل الطبع. وفي هذا الحديث وله شواهد تدل على صحة معناه أن الواجب على المسلم أن يعمل على إصلاح هواه وميولاته بحيث يجعل الحاكم عليها هو الشرع، لا أن يجعل هواه حاكما على الشرع. ينتبه لهذا الأمر فيزم نفسه بزمام الشرع ويكون القائد هو شرع الله والمحكم هو شرع الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعمل على تعديل ميولاته ورغباته، كل ما رغبت نفسه بشيء ينظر فيما رغبت هل هو مخالف للشرع، إن كان مخالفا للشرع أعادها إلى شرع الله وترك هذا الذي مالت إليه نفسه. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة المؤمنين الكمل، إذا كان بخلاف ذلك انتفى منه من كمال إيمانه الواجب بحسب ما ضيع من شرع الله والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا الذي قاله النووي رحمه الله قال في كتابه الأربعين أن هذا من أحاديث الأربعين، قال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحافظ بن رجب كما هو معلوم له شرح موسع على الأربعين، زاد على الأربعين 8 أحاديث فبلغت 50 حديثا، وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم، هذا شرح لخمسين حديثا 42 أحاديث الأربعين النووي و8 زادها ابن رجب رحمه الله، وكلها من جوامع الكلم هذا الحديث علق عليه ابن رجب رحمه الله من حيث الإسناد، قال وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، وذكر رحمه الله تعالى علل في إسناد الحديث تقضي بضعفه وعدم ثبوته، ثم أشار رحمه الله إلى صحة معناه. المعنى صحيح لكن إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، لكن معناه صحيح وله شواهد في القرآن الكريم كما نبه على ذلك أهل العلم، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك ماذا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومثل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر إلى الشعبي وهو صحيح الإسناد إليه، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمنافق قال: نتحاكم إلى اليهود. سبحان الله، المنافق هذا يظهر الإيمان، مر معنا في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماذا؟ إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا رجل من المنافقين، معنى منافق يظهر الإيمان، هذا معنى منافق يظهر الإيمان وهو خلاف ذلك. فجاءت قضية بينه وبين يهودي هذا الذي يظهر الإيمان، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال المنافق: لا، ما نتحاكم إليه، نتحاكم إلى اليهود، نتحاكم إلى اليهود. ذاك قال: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، علمه أنهم يأخذون الرشوة، بمعنى أنه عنده نية أن يعطي من يتحاكم إليه شيئا حتى يقضي له بما أراد وبما يهوى. واليهود قال: لا، نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. هل هي الرشوة بكسر الراء أو الرشوة بفتحها أو الرشوة بضمها؟ أي واحدة تختارون؟ أو تختارون الثلاث؟ هي مثلثة الراء، هي مثلثة الراء، يعني إن قلت الرشوة أو قلت الرشوة أو قلت الرشوة بضم الراء كلها صحيحة لأنها مثلثة الراء. والرشوة هي من الرشا الذي هو حبل الدلو، الدلو الذي يزعب به الماء، يخرج به الماء من البئر، يربط بحبل حتى الحبل هذا وصلة يتوصل بها إلى إخراج الماء. والرشوة وصلة لاستخراج شيء، فالرشوة من الرشا الذي هو حبل الدلو الذي يوصل به إلى الماء. والمقصود به الجعل أو العطية التي يعطيها الإنسان إلى من يتحاكم إليه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقضي له. قال: فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، اتفق أن يأتي كاهنا في جهينة يتحاكمان إليه. والكهان مر معنا أنهم طواغيت، ومر معنا أنه كان في كل حي كاهن، والمعنى كل حي يعني كل قبيلة، وهنا في جهينة يعني في قبيلة جهينة كان عندهم كاهن. وأحياء العرب في ذاك الوقت كل حي يعني كل قبيلة لهم كاهن يتحاكمون إليه ويتقاضون إليه. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة،
فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ثم قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، صارت بينهما خصومة، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا رأس من رؤوس اليهود وخصم من أشد المعادين للرسول عليه الصلاة والسلام ولدينه، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له. وبعد غزوة بدر رثى المشركين الذين قتلوا فيها، وذهب إلى مكة يحرض المشركين على قتال المسلمين، وكان لما ذهب إليهم قال لهم: إن دينكم أهدى دينا من دين محمد وأفضل من دين محمد. وفيه الآية الكريمة، في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. هذا منهم ذهب إلى كفار قريش وقال لهم: إن دينكم خير من دين محمد، وهو يعلم أن دينهم دين شرك وباطل، ودين محمد وحي منزل من رب العالمين، ومع ذلك كان يقول ذلك. الحاصل كان من أشد الأعداء والخصوم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحدهما قال: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، اتفق على أن يترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة: أننا أردنا كذا والآخر قال كذا، ذكروا له القصة. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني أنت قلت ذلك، تأكد. قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة كما هو واضح من الآية، وأيضا من أسباب النزول التي نقلها أئمة التفسير في تفسير الآية، أنها نزلت في منافقين، هذا واضح في الآية: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم يظهرون الإيمان. والآيات التي في التفسير، تفسير وبيان سبب النزول، وضحت هذا المعنى وهو ظاهر في الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. آية النساء يعني قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول الشيخ: الآية فيها إعانة على فهم الطاغوت، والطاغوت عرفنا، وفيه أيضا كلمة لابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الآية توضح هذا المعنى الثالث أو مطاع، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت من تجاوز به الناس الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. نعم، آية البقرة فيها النهي عن الإفساد في الأرض، ووجه المطابقة في الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير شرع الله هو من الإفساد في الأرض، هو من الإفساد في الأرض. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، وهي مثلها في المعنى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام إنكار هنا على من يبغي التحاكم إلى أحكام الجاهلية معرضا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، أي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأنها نزلت بسبب تحاكمهم إلى الكاهن وترك تحاكمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق والإيمان الكاذب، هذا واضح في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا الذي إيمانه مجرد زعم، ويتضح في بعض المواقف، منها هذا الموقف الذي عرض في الآية، هذا الإيمان الكاذب. والإيمان الصادق والإيمان الجازم، الإيمان الصادق هو الإيمان الجازم الذي من مقتضياته التسليم لحكم الله عز وجل وشرعه. نعم. قال رحمه الله: السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. تقدمت القصة. نعم. قال رحمه الله: الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا مستفاد من الحديث ومن الآيات أيضا التي تشهد لصحة معناه، وقد تقدم ذكرها. نعم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أسماء والصفات أي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا التي وردت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلم يؤمن بأسماء الله كلها وصفاته كلها الواردة في الكتاب والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، لا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. فالمؤمن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن، وأسماء الله وصفاته الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قاعدة أهل السنة المعروفة، قاعدة أهل السنة المعروفة في الصفات: نؤمن بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه من الأسماء، نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الإثبات يكون سالما من التحريف، وسالما من التعطيل، وسالما من التكييف، وسالما من التمثيل. هذه كلها أمور يجب أن يكون المرء حذرا منها. الحاصل أن هذه الترجمة في حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكمه، ما حكمه الذي يجحد شيئا من الأسماء والصفات. والتوحيد يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. ولأجل هذا نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن ينكر شيئا منها أو أن يجحد شيئا منها. والله سبحانه وتعالى سمى جحد اسم واحد من أسماء كفرا، قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية كما سيأتي في سبب نزولها، نزلت في كفار قريش، نزلت في كفار قريش لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام
أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لا، ما نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن، اكتب بسم الله، لا نعرف الرحمن، وأبوا ذلك. فسمى سبحانه وتعالى إنكارهم للرحمن وقالهم لا نعرف الرحمن سماه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن. في آخر الباب ذكر رحمه الله تعالى سبب النزول، لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله قوله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تتمة الآية ما حضرني: وهم يكفرون بالرحمن، ماذا بعدها؟ نعم، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فالله عز وجل قال لنبيه في الرد على هؤلاء المشركين الكفار الذين ينكرون اسم الله الرحمن ويقول لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن، ينكرون ذلك، قال وهم يكفرون بالرحمن، سمى إنكارهم لاسمه الرحمن كفرا، كفرا. ثم يقول الله لنبيه: قل، أي أيها النبي، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو جمع بين نوعي التوحيد، الربوبية والألوهية، ربي هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا هو توحيد الألوهية، والرحمن توحيد الأسماء والصفات. فالآية اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة، اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة. عليه توكلت أي اعتمدت في كل أموري، لا أعتمد إلا على الله، وفوض أمري كله إلى الله. وإليه متاب أي المرجع، المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الآية فيها الرد على هذا الذي ينكر اسم الله الرحمن بأن أمر الله نبيه بقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: وفي صحيح البخاري عن علي أي ابن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا فيه التنبيه إلى مسألة في التعليم ويتدرج في التعليم، وأنه يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وإذا حدث الإنسان قوما حديثا لا تبلغه عقولهم صار فتنة لهم، ولهذا الأصل أن يتدرج في تعليم العوام والجهال، تدرج معهم في التعليم ويرتقى في مسائل العلم شيئا فشيئا من صغار العلم إلى أن يصل إلى كبارين. يقول: لا، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ جاء في بعض روايات هذا الخبر: ودعوا ما ينكرون، ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه، لا يتضح لهم، ما يكون مشكلا عليهم. هذا يؤخر تعليم الناس، يتدرج في تعليم. ولهذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا الأثر، أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أورده المصنف رحمه الله تعالى تنبيها على هذه المسألة، أن يحدث عامة الناس بالمعروف ثم يتدرج معهم، يبدأ معهم بالأساسيات، بالأصول، ببيان الحلال والحرام، بما كلفوا به بالعمل والعلم، يتدرج معهم شيئا فشيئا في مسائل العلم. وهنا أيضا
ما يستفاد من هذا الأثر، هذا أيضا يحتاج إلى وقفة. إذا خشي على الناس الضرر بتحديثهم بشيء لا يعرفونه، ليس كل ذلك يقال لا يحدثون به، لأن ستعطل ماذا؟ أحاديث كثيرة جدا، ستعطل أحاديث كثيرة جدا. ولهذا ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، فإن كثير من الناس يجهلون سنن، وربما لو أخبروا بها أنكروها وردوها، فهل يقال لا يعلمون السنن ويترك تعليم السنن؟ إذن لا يعلم أي جاهل، لأنه في البداية سينكر. لكن المطلوب ماذا؟ أمران: التدرج والرفق، التدرج والرفق، الرفق بالجاهل عند تعليمه، وأخذه أخذا رفيقا، وتحبيب السنة إلى قلبه وترغيبه فيها. لأن بعض الناس قد يحدث آخر بسنة بطريقة تجعل المحدث ينفر بسبب أسلوب من يحدثه ينفر. فالمطلوب في هذا الباب الترفق والتدرج، ترفق والتدرج. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. ثم روى هذا الأثر عن عبد الرزاق صاحب المصنف رحمه الله، عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر عن ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، في الصفات استنكارا لذلك، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه. لفظ هذا الأثر في المصنف لعبد الرزاق قال عن طاووس: قال: سمعت رجلا يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة، هذا يشير إلى حديث سبق، بحديث أبي هريرة هذا، فقام رجل فانتفض، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابه، يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الإشارة هنا في قوله حديث أبي هريرة هذا إشارة إلى ماذا؟ مثل ما قال المصنف هنا: حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. والحديث هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، أي صار بين الجنة والنار خصومة، قالت النار: ما بالي لا يدخلني إلا الجبارون، وقالت الجنة: ما أثرت بالضعفة، لا يدخلني إلا الضعفة والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة والنار: لكل واحدة منكم ملؤها، لكل واحدة منكم ملؤها. و قال: ولا يزال يلقى في جهنم، يعني أهلها، وتقول: هل من مزيد، لا تمتلئ مهما ألقي فيها. مثل ما قال قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد، وتقول: هل من مزيد، يعني لا تمتلئ مهما وضع فيها، لا تمتلئ، يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها وهي لا تمتلئ بمن يلقى فيها. قال في الحديث: حتى يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية قدمه، قال: فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني حسبي حسبي يكفيني،
ينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم وتلتئم، يلتئم بعضها على بعض بمن فيها، بهذا يكون امتلاؤها، حتى يضع رب العزة عليها رجله في رواية قدمة قال فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. هذا الرجل لما سمع هذا الحديث استنكر وقام من المجلس فرقا، يعني خائفا، ولهذا قال ابن عباس ما فرق هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، يعني هذا خوف ليس في محله، استنكر حديث ويقوم المجلس مستنكرا حديثا ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خوف ليس في محله، ليس في محله، أي ما خوف هؤلاء وفزعهم، أي أن هذا خوف ليس في 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 محله، ليس صوابا، ما فرقوا هؤلاء. وضبطت ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يعني هؤلاء لا يفرقون بين حق وباطل، قال ما فرق هؤلاء أي لا يفرقون، ما قال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه، لفظه عند عبد الرزاق يجدون عند محكمه، ما معنى يجدون؟ نعم، يجتهدون في العبادة عند المحكم، والمحكم الواضح البين، يجدون أي في العمل عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه، ما معنى متشابهه؟ في أول آل عمران قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. التشابه هنا في بعض آي القرآن ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي، يتشابه على الجاهل وقليل العلم، لكن العالم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما معنى والراسخون في العلم على قراءة الوصل؟ أن الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فالتشابه تشابه نسبي ليس مطلق، يتشابه على الجاهل، على العامي، على قليل العلم، على ضعيف البصيرة، أما العالم فإنه يرد المتشابه إلى المحكم فيصبح واضحا له جليا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي تأويل المتشابه، تأويل المتشابه الذي وتفسيره ومعرفة معناه. إذن قوله يهلكون عند متشابه، ما المراد من متشابه؟ نعم، تشابه عليهم لقصور علمهم وقلة فقههم وجهلهم بالشرع، تشابه عليهم ويهلكون عند متشابهه. قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. قال رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا في قول كثير من أئمة التفسير، كان في صلح الحديبية لما أرادوا كتابة الصلح أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، وكان كتبها فأمروا بأن تمحى وأن يكتب بسم الله، أن يكتب بسم الله، وقالوا الرحمن لا نعرفه، الرحمن لا نعرفه، فأنزل الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى سمى من يكفر باسم الله الرحمن، لأن كفرهم كان باسم الله الرحمن،
قالوا لا نعرف هذا الاسم، هذا الاسم لا نعرفه، ينكرون الاسم. سمى إنكارهم لهذا الاسم ماذا؟ كفرا. قالوا وهم يكفرون بالرحمة، وأمر نبيه سبحانه وتعالى أن يقول لهم قل هو ربي أي الرحمن لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه إليه أدعو وإليه متاب، أدعو إلى توحيده، أدعو إلى إخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالآية فيها خطورة الإنكار، إنكار اسم من أسماء الله. انظر نظيرا لها في خواتيم سورة مريم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا إنكار تنزيه الله عن الولد، لأن الله منزه لم يلد ولم يولد. الذي يقول اتخذ الله ولدا أو يقول لله الولد ولا ينزه الله، لا ينزه الله، ماذا يترتب على ذلك؟ لقد جئتم شيئا إدا عظيما خطيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وانظر أيضا في الآية الأخرى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تأمل معي الخطأ الذي أردى هؤلاء وأوجب لهم الخسران، ما هو ظنهم أي اعتقادهم أن الله لا يعلم كثيرا مما ما يعلمون. هل نفوا أصل العلم أن الله لا يعلم؟ لا، نفوا أن الله لا يعلم كثير من أعمالهم. ماذا ترتب على هذا النفي لصفة واحدة العلم، ماذا ترتب عليها؟ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. هذا يفيد أن إنكار الأسماء والصفات رداء وهلاك للإنسان، إنكار شيء من أسماء الله وصفاته هو رداء وهلاك. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الخطأ الذي وقعوا فيه أنكروا صفة العلم، وليس إنكار لصفة العلم جملة وتفصيلا، أنكروا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، ما قالوا لا يعلم كل شيء مطلقا، قالوا لا يعلم كثيرا من أعمالهم، فترتب على ذلك رداهم وخسرانهم. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين، التنزيه والإثبات. الآية الأولى في مريم في التنزيه وخطورة الخلل فيه، والآية الثانية في فصلت هذه في الإثبات وخطورة الخطأ فيه. والواجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عن ما نفاه عن نفسه. والخطأ في توحيد الأسماء والصفات لا يخلو من حالتين، إما إثبات ما نفى الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أو نفي ما أثبت الله بل ظننتم أن الله لا يعلم، نفي ما أثبته الله. الخطأ في الأسماء والصفات هو في هذا وهذا، وكل من الآيتين بيّنت الخطورة العظيمة التي يترتب على الخلل في هذا الباب، سواء بنفي ما أثبته الله أو بماذا؟ أو بإثبات ما نفاه الله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني إذا من جحد شيئا من الأسماء والصفات ينتفي الإيمان، لقوله وهم يكفرون بالرحمن، وهم إنما جحدوا الاسم. نعم.
قال رحمه الله: تفسير آية الرعد. أنت ماذا مكتوب عندك؟ عدم الإيمان إيش؟ عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. نعم، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، تقدم. قال رحمه الله: الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم السامع في أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، وهذا مثل ما تقدم فيه التدرج في تعليم العوام والجهال. نعم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. ولو لم يتعمد المنكر أي للتكذيب، لأن مثل ما مر معنا في أثر مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وأن أهلكه لقوله رضي الله عنه: ويهلكون، يعني هذا باب هلاك. ومثله الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الهلاك فأصبحتم من الخاسرين. ونسأل الله الكريم من ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.